وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. الحمد لله الذي وهب لنا الحياة وجعلنا خلفاء الأرض واستعمرنا فيها وأرسل إلينا رسوله فأحيانا به من موات وهدانا به من ضلالة وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا تتم شهادة التوحيد إلا بالإقرار له بالرسالة. ما عرف صلى الله عليه وسلم طعم نومة طويلة إلى أن لقي ربه، فبارك الله له في عمره وبارك له في وقته، فما انقضت حياته إلا وقد بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وأرسى التوحيد وقضى على الشرك وطهر البيت الحرام كما أراد ربنا وكما أمر للطائفين والعاكفين والركع السجود. فصلاتك اللهم وسلامك على هذا النبي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جلب الإنسان على حب الحياة وحب الخلود وكراهية الموت وكراهية انقضاء العمر، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل حي والفناء على كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، قانون وسنة لا تتبدل ولا تتغير. لذلك الإنسان وهو يعلم مصيره المحتوم أنه إلى الموت يتشبث بالحياة ويريد أن يطيل عمره قدر استطاعته. والسؤال، هل يستطيع الإنسان أن يطيل عمره على الحقيقة وليس مجرد البركة، أم أنه لا يستطيع لأن الأعمار والآجال محدودة كما قال ربنا ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ سؤال مهم يحتاج إلى توضيح وإجابة. لذلك سأتحدث عنه في ثلاث نقاط رئيسة. الأولى، هل الوقت والعمر مهم
وأعلى من قيمته الإسلام أم لا؟ ثانيا، هل العمر يطول على الحقيقة أم أن الطول المقصود هو بالبركة فيه؟ ثالثا، إذا كان العمر يطول أو بالبركة، ما هي الأسباب التي لو اتخذها الإنسان طال عمره؟ هذه النقاط الثلاث، لكن كل نقطة منهن في غاية الأهمية وتحتاج إلى شيء من التفصيل، لذلك سأقسمها على خطبتين. اليوم نتناول النقطتين الأولتين، أهمية الوقت في الإسلام، وهل العمر يطول على الحقيقة أم أنها مجرد البركة، ثم نفرد الخطبة القادمة إن شاء الله في الأسباب التي لو اتخذها الإنسان طال عمره. أولا، ما أهمية الوقت في الإسلام؟ يمكن أن نرصدها في عدة نقاط، أرجو أن تنتبهوا معي إن شاء الله، لأني لن أفصل كثيرا، سأمر على النقاط حتى لا يذهب منا الوقت. أولا، في قسم الله سبحانه وتعالى بالوقت والزمن، والله سبحانه وتعالى عندما يقسم فلا يقسم إلا بالعظيم من خلقه، يقسم لعظمة ما يقسم به أو لتوجيه النظر إلى المقسوم عليه بأهميته ومنافعه. أقسم بالضحى والضحى والليل إذا سجى، أقسم بالفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الفجر هو وقت الفجر والليالي العشر على أرجح التفاسير أنها ليالي الأيام، يقصد بها الأيام الأول من ذي الحجة، وقالوا الشفع هو يوم النحر لأنه اليوم العاشر، والوتر هو يوم عرفة. على الآراء، على أيا كانت الآراء، فالقسم هنا بالوقت، والليل إذا يسر، إذا انقضى على أفضل التفسيرات، إذا انقضى ومضى. انظر، إن في ذلك لقسم لذي حجر، أي أن هذا قسم عظيم لمن كان له عقل، لذي حجر يعني لذي عقل. هذا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الشمس وضحاها يقصد بها نور الشمس وضيائها، والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. هذا في القرآن كثير يقسم ربنا سبحانه وتعالى به للدلالة على عظمته وعلى مكانته. إذن أقسم ربنا بالزمن والوقت. ثانيا، عد الله الزمن والوقت وتعاقب الليل والنهار من نعمه على عباده. انظر إلى ربنا ماذا يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، معجزتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ انظر إلى النعمة: لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. تعلموا عدد السنين والحساب، ليلة ليل والنهار ما كان يمكن أن نعلم عدد السنين والحساب. جعلها نعمة، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا
والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نعمة نعمة، لو كان الوقت كله ليل من أين النهار لنمضي فيه، ولو كان الوقت كله نهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة فمن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. نعمة نعمة من الله، تعاقب الليل والنهار والأزمان نعمة كبيرة من الله. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ الوقت، والوقت الفراغ هو الوقت الذي يخلو من الواجبات الأساسية. يبقى عندك شوية وقت كده فراغ لنفسك لتتسرى لتغير من حالك، هذه نعمة قد لا يدركها كثير من الناس. مغبون يعني ايه مغبون؟ الغبن هو انك يعني كالغش مثلا، يعني لا تنصف فيهما، يعني لا ينصف بعض الناس انفسهم فيهما كثيرا، يعني لا يستخدم الصحة ولا يستخدم الفراغ كما يجب. هذا معنى مغبون فيهما كثير من الناس، فهي نعمة من نعم الله الكبيرة على الإنسان. أنا آخذ شواهد فقط، ولكني لو استطردت معكم في الآيات والأحاديث التي تتكلم عن كل نقطة فلا يعني نحتاج إلى مجلدات، لكن أنا بأخذ أمثلة حتى تتضح النقطة ثم نمر. الأمر الثالث وأرجو أن تنتبه: عبادات الإسلام وشعائره، عبادات كلها مرتبطة بالوقت. عبادات موقوتة لها أوقات محددة تجعل المسلم يراقب اليوم ويراقب الأسبوع ويراقب الشهور ويراقب الأعوام. كيف ذلك؟ انظر إلى عماد الدين، إلى الصلاة. قال ربنا عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا، المؤمن المصلي الملتزم يتدبر ويتربص ويترقب وقت الفجر ويخشى أن يأتي الشروق وهو لم يصلي الفجر أو الصبح، فهو يرقب الفجر ويرقب شروقه، ثم إذا كانت الشمس إلى الزوال هنا يستعد للظهر، ثم إذا مالت قليلا يستعد إلى العصر، فإذا غربت فقد حل المغرب، فإذا عم الليل فجاء وقت العشاء. يتربص 6 مرات مش 5، يتربص بالفجر وقتين، وقتا بلاجه ووقت شروق الشمس، ويتربص بالظهر وقته وبالعصر وقته وبالمغرب وقته وبالعشاء وقته، فهو يشعر باليوم بداية ويشعر به نهاية. ثم إذا كان يوم الجمعة فهو يوم محدد موقوت لا يستطيع المسلم أن يستبدله بآخر، فهو على التمام والضبط في كل أسبوع يتربصه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لا يجوز أن تكون سبتا ولا يجوز أن تكون أحد، من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك سئل الشيخ القرضاوي حفظه الله في إحدى مؤتمرات هنا في أمريكا حوالي 20 سنة مضى، واحد قال له: يا شيخ نحن نعطل يوم الأحد، كل الناس تعطل يوم الأحد ونعمل يوم الجمعة، هل يمكن أن نصلي الجمعة يوم الأحد؟ يعني يمكن ننقل صلاة الجمعة لظروفنا؟ قال: نعم، إذا استطعت أن تغير قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتقول إذا نودي للصلاة من يوم الأحد، ويصبح هذا القرآن خاص بك هنا في أمريكا وعندها تصلون يوم الأحد. إذن هو يوم محدد يترقبه المسلم كل أسبوع
فله طقوس خاصة واستعدادات خاصة واجتماع خاص وخطبة خاصة. عندما تنتهي يشعر أنه قد أنهى أسبوعا وسيبدأ في جديد. فإذا ما كان رمضان فرمضان مقصود بعينه، لا يجوز أن تصوم الفريضة في غيره بنص القرآن، فأنت تترقبه كل عام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من حضر وعرف بدخوله فليصم. والحج أي وقت؟ لا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعرفة يوم معلوم، والنحر يوم معلوم، وأيام منى أيام معلومات، ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج أشهر معلومات يترقبها المسلم ويعرفه. حتى الزكاة الفريضة المالية يراقب المسلم فيها حولان الحول، لأنها عبادة حولية. إذا مضى على المال الذي بلغ النصاب الحول أي العام السنة، أصبح هذا المال وعاء للزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة. فهو يحسب بمتى دخل له هذا المال ومتى سيحل عليه الحول الذي به يجب عليه أن يخرج الزكاة. عبادات كلها كما ترونها مرتبطة بالوقت، مرتبطة بالوقت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل توقيتاتنا على الأهلة لنتابع. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن من أهمية الوقت أن شعائرنا وعباداتنا مرتبطة به ارتباطا كاملا. الأمر الرابع أن الوقت محدود معدود غالي، ولكنك ستحاسب عليه. من هنا يأتي أهميته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه، يعني لا يتحرك من أمام الحساب من عند ربه حتى يسأل عن خمس. أعرف أن له روايات بصيغ مختلفة، لكن هذه رواية من أصح هذه الروايات التي رواها الترمذي عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، سؤالين عن العمر والوقت، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالين عن المال، وماذا عمل بما علم، وفي رواية وعن علمه ماذا عمل به. خمس أشياء يسأل عنها يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. إذن كل لحظة وكل دقيقة تمر منك في غاية الأهمية ستحاسب عليه. هذا ما جعل الإمام الكبير الحسن البصري عليه رحمة الله، الذي قيل عنه أن كلامه أشبه ما يكون بكلام الأنبياء، بعض الناس يظن أنه حديث، ولكن للحسن البصري أقوال كثيرة شاعت بين الناس، بل سمعتها من خطباء أنها أحاديث لقوة ومتانة ما كان يقول، لكن ليس حديث. يقول: ما من يوم إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود أبدا، فما قدمت فيهن وجدته وما أخرته فإنه لا يعود. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم عمرك أيام، أنت مجموع أيام،
إذا ذهب يوم ذهب بعضك. لو كنت 10 ولا 100 يوم ولا 1000 يوم كل يوم بيروح يروح منك جزء منك بتفقد. ولذلك كان ابن قيم عليه رحمة الله يقول أن اغتمامي لضياع الوقت أو خوفي من ضياع الوقت أشد من خوفي من الموت. لماذا قال ذلك ابن قيم؟ يقول هو فيفسر فيقول: فإن الموت يقطعني عن الدنيا وينقلني إلى الآخرة، أما ضياع الوقت فيقطعني عن الله وعن الآخرة، فيقطعني عن الله وعن الآخرة، يريدني المهالك. إنما الموت ممكن ينقلني إلى الجنة، أنا لا أغتم به. ولذلك كان السري ابن المفلس يقول أحد الصالحين: إن اغتممت على ضياع مالك فابكي أكثر على ضياع وقتك. الحقيقة يجب أن تغتم أكثر على ضياع وقتك. ثم الأخيرة أن القرآن عندما يهتم بمراحل عمرك ويحدثك عنها دليل على أهميته، يحدثك عن مراحل عمرك، هو الذي خلقك ثم يتوفاك، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيء، إن الله عليم قدير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ولثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يحدث: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. عايز يبين لك إن الحكاية سريعة أوي، زي المطر اللي نزل طلع النبات والنبات كبر وهاش وأصبح مصفر وأصبح كالتبن يذروه الرياح. حكاية بسيطة. إذا مهم جدا أن تنتبه إلى قضية العمر وإلى قضية الموت والحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن هذه الأشياء مجتمعة تضع أيدينا على أهمية الوقت والعمر. السؤال الآن: هل طول العمر على الحقيقة أم هو مجرد بركة؟ لا شك أن طول العمر من نعم الله على الإنسان، شرط أن يكون صالح العمل، كما روى الترمذي عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، من خير الناس؟ من أحسن واحد يعني؟ فماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. انظر إلى هذا، من طال عمره وحسن عمله. ولذلك كان ينهى عن تمني الموت، كما روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إذا نزل به ضر. يعني ما حدش يتمنى الموت إذا نزل به ضر. فإن كان ولا بد متمنيا فليقل، يعني إن كان يعني تغلب عليه طبعه وبيتمنى مثلا زي اللي بيتعب تعب شديد يقول: يا رب أرحني،
فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يعني فوض في الأمر إلى الله. إذن طول العمر مع صلاح العمل نعمة كبيرة، ندعو الله أن يطيل في أعمارنا وأن يحسن أعمالنا على ألا يردنا إلى أرذل العمر. ما معنى أرذل العمر؟ أرذل الشيء أردأه وأسوأه. قال العلماء في أرذل العمر، قالوا: قد يكون تبدل الحال حتى لا يستطيع أن يخدم نفسه. وبعضهم فسرها بضياع العقل والخرفان وضياع الذاكرة حتى ينفصل عن ماضيه وحاضره. فندعو الله أن لا يوصلنا إلى ذلك، لكن إذا أطال عمرنا أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيينا، وأن يجعلها في طاعته. سؤال: هل العمر يطول على الحقيقة أم أنه مجرد وضع البركة فيه؟ حتى أكون أمينا فيما أنقل وأقرأ، كثير من العلماء يتجه إلى أنه البركة. لماذا؟ لأن الآجال والأعمار محدودة مكتوبة، كما قال ربنا في الآية التي ذكرناها: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن عند التحقيق قد لا تجد هذا الكلام على إطلاق، فقد تجد أن هناك آجال محدودة ولكن هناك آجال أخرى غير محدودة مربوطة بأسباب. إذا أتيت السبب قد يطول عمرك إلى الأجل المضروب، وإذا لم تأتي بالسبب قد يخترم العمر قبل أجله. ما الدليل على ذلك؟ انظر إلى موقف سيدنا نوح مع قومه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سيدنا نوح ينذر قومه بأمر الله، قال: إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. معي حتى الآن؟ معي في مجرى الآيات؟ أرجو أن تنتبه. ماذا لو فعلوا ذلك؟ إذا عبدوا الله واتقوه وأطاعوا نوح، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ما معنى هذا الكلام؟ قوم نوح كانت أعمارهم المضروبة من غير أسباب تصل إلى الألف أو يزيد. فمعنى كلام نوح لقومه، وأرجو أن تنتبهوا: إذا أنتم آمنتم واتقيتم وعبدتم وأطعتم، متعتم وأخرتم إلى الأجل المضروب اللي هو ألف أو يزيد. فماذا بمفهوم المخالفة؟ في مفهوم عند العلماء يسمونه مفهوم المخالفة. ما معنى مفهوم المخالفة؟ أي أنهم لو لم يعبدوا وكذبوا وعصوا ولم يطيعوا نوح هيؤخروا. مفهوم المخالفة يقول: يعجل لهم العذاب، يستأصل، يهلك، يموت. لو كانت آجالهم محدودة بزمن محدود في يوم محدود في ساعة محدودة لا تقدم ولا تؤخر، فما الفائدة من كلام نوح؟ آمنوا أم لم يؤمنوا؟ يوم كذا الساعة كذا بده يموت، وإن ما ماتش بالطوفان والغرق يموت كده من غير شيء. يعني كلام ملوش محل من الإعراب. لكن حتى نفهم الآية أن نوح أخبرهم أنكم إن أعبدتم وآمنتم واتقيتم وأطعتم أطيل في عمركم إلى أجلكم المحدود.
ولكنكم إن عصيتم اخترم عمركم وقضي عليكم في الحال ولم تؤخروا إلى العمر المضروب. إذن نفهم من كلام نوح أن قوم نوح لهم أجلين، أجل إذا آمنوا وأجل إذا عصوا، وهذه تؤكد فكرة الأجلين، لأن الله في صدر سورة الأنعام يقول هو الذي خلقكم من طين انظر ثم قضى أجلا بالنصر، والوقف هنا أولى وأحسن، ثم يقول وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. العلماء كلهم ذهبوا في الحقيقة إلى أن الأجل الأول هو الموت والثاني إلى الآخرة، أو الأجل الأول هو الحياة الدنيا والثاني البرزخية، أو الأجل الأول هو الحياة والبرزخية والثاني الآخرة، ذهبوا فيه مذاهب كثيرة جدا. لكن الفخر الرازي بعدما ذكر أكثر من 5 آراء في المسألة قال والسادس ما قاله حكماء الإسلام أن الله سبحانه وتعالى ضرب أجلين، أجل مكتوب عنده سيصل إليه الإنسان إن لم يصبه شيء أو بغرق أو بحرق أو قتل نفسه أو ما إلى ذلك فإنه يصل إليه، هذا قضى أجل، وأجل مسمى عنده أي أن قضى أجلا وأجل مسمى. والأجل الثاني قال هو الأجل الاخترامي، إذا جاء الإنسان على نفسه فقتل نفسه فأهلك نفسه فحرق فأغرق، قال هذا يخترم الأجل أي يقطع، يخترم يعني يقتل ويقطع، كما قال شوقي ولا تقتل شباب الحي يأسا إن اليأس يخترم الشباب يعني يقضي على الشباب، فيقطع هذا الأجل بحادثة لو لم تكن موجودة لأتم عمره. ولذلك نفهم لماذا الإسلام يعد المنتحر كافرا، لماذا؟ كأنه رفض أجل الله المضروب فاختار لنفسه أجل، ولو كان أجله كان منتحرا أو غير منتحر لا يتغير ولا يتبدل، فإنما هو نفذ إرادة الله في هذا الأمر وما كتبه الله في هذا الأمر، فعلى ما يعاقب على هذا، هو يقضي نفس قد جاء أجلها. إذن عندما تفسر هذه الآية مع هذه الآية يثبت أن للإنسان يمكن أن يطيل عمره فيبقى إلى الأجل المحتوم، أو أنه يخترمه قبل موعده أي يقتله قبل موعده. والإمام الشوكاني المحقق الجيد الرائع له رسالة نفيسة صغيرة قصيرة، أنا لا أحب صغيرة لأنها كبيرة ولكنها قصيرة لا تتعدى من قطاع كف اليد 20 صفحة، ذكر في هذه القضية ورد على شبهة من قال فإذا جاء أجلهم، قال ببراعة غير عادية وهو عالم في الأصول واللغة والبيان، قال إذا جاء إذا شرط، قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال إذا جاء فإذا لم يأت الأجل يستأخرون ويستقدمون، يعني إذا جاء الأجل المحتوم النهائي، يعني قوم نوح لو آمنوا واتقوا وعبدوا في النهاية لهم أجل محتوم بعد 1000 سنة، لما يأتي هذا الأجل عندها تنتهي القضية وترتفع القضية، أو كما قال ربنا، لأن في سورة نوح في آيات نوح في آية النحل ربنا إذا جاء أجلهم في آية الأعراف لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أجله نسب الأجل إليه، لكن في آية نوح إن أجل الله إذا جاء، أجل الله نسبه إلى الله، ولذلك قال العلماء هنا لأن أجل الله أي إذا أمر الله بالهلاك فلن تنفعكم توبة كما فعل مع فرعون، فرعون انتهى الغرق وهو يغرق قال إني آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصى، خلاص هنا أتى أمر الله. لو كان فرعون قبل أن يغرق وهو ما زال في هيلمانه وصولاجانه وجاءته الآيات قال آمنت ما كان من المغرقين، ما كان
من المغرقين، ولكنه آمن وهو يغرق. هذا هو معنى إن أجل الله أي أمره بعد نفاذه لن تنفعكم ساعتها توبة، فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن يمكن أن يطال عمر الإنسان على الحقيقة. يؤكد هذا المعنى معنى وأختم به دعاء النبي لأنس رضي الله عنه وأرضاه. الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا سأذكر رواية البخاري في الأدب المفرد، يقول أن أنس قال أن أمه أم سليم، أم سليم دي أم سيدنا أنس، قالت يا رسول الله خويدمك، خويدمك أنس، خويدم تصغير خادم لأنه كان طفل صغير، قالت له خويدمك ألا تدعو له؟ ادعو له يا رسول الله. فماذا دعا له النبي؟ قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. انظروا إلى هذا الكلام، انظروا النبي لما عليه الصلاة والسلام لما يحب يدعو بالبركة، كلمة البركة موجودة في اللغة العربية، كان يقول اللهم بارك فيه وفي ماله وفي ولده. ما المشكلة يعني؟ لأن البركة في اللغة العربية كلمة واضحة، إنما النبي لم يدعو له بالبركة، دعا له بكثرة المال وكثرة الولد وطول الحياة والمغفرة. هنا ممكن أذهب مع المفسرين إنه بارك عمره. يعني إيه بارك عمره؟ يعني أنس 10-40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، يبقى هنا أقدر ما أقدرش أفسر كلام النبي إلا بالإيه؟ بالبركة. إنما أنس المحققين في تحقيق عمر أنس قالوا عاش 103 أو 107 سنة، وأقل حساب لأنس رضي الله عنه وأرضاه أنه عاش 99 سنة. طب عايزين بقى ينسأ له أكثر من كده، يؤخر، اتأخر له، فأخر له حتى عاش 99 سنة، مش كده وبس. وبالنسبة لكثرة الولد، يقول أنس عن نفسه فيما روي في الصحيح ما مات أنس حتى رأى من ولده وأحفاده 120 ولد، من ولده ومن أحفاده، وكثر ماله حتى كانت حدائقه تفوح بالروائح الطيبة على كل المكان. يبين عملية كثرة عددي، ولو بالبركة كان أنس شاف 3-4 أولاد وربنا بارك فيه، وعاش 20-30-40 سنة وربنا بارك فيه، لكن أنس شاف 120. يدعو الله سبحانه وتعالى أن نرى نصف أنس 120 من ولده وأحفاده، والمال كثر. يقبل العمر اللي كان مقصود بدعاء النبي البركة ولا الطول على الحقيقة؟ الطول على الحقيقة. السؤال هنا بقى اللي بيترتب عليه، انتم منتبهين معي ولا العملية فصلت؟ منتبهين؟ طيب السؤال هنا بقى في, 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 في هذه القضية، هل يمكن للنبي أن يدعو بمستحيل أو تحصيل حاصل؟ يعني أنس عمره محدد والنبي بيدعو بأن يعني في العمر المحدد، ينفع الكلام ده؟ يعني النبي سمعته مرة دعا الواحد بالخلود، اللهم لا تجعله يموت أبدا حتى يلقاك يوم القيامة، أو النبي دعا الواحد أنه يبقى نبي بعده، ها؟ وربنا يقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هل ممكن يدعو كده؟ مش ممكن. ليه؟ لأن ده مستحيل، مستحيل الخلود، فلا يمكن للنبي يدعو به. فمعنى أن النبي يدعو له طول الحياة وليس البركة فيها، معناها أنها يمكن أن تطول، ولكنها تطول في حدود الأجل المضروب. وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن كثير في قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يقول والمتاع كما قال القرطبي، والمتاع هو إطالة العمر، وهذا ما يفسر به من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. إذن الأمر يمكن أن يطول، وهذه البشرى كيف يطول؟ هذا ما سنحدثكم فيه إن شاء الله إن أحيانا الله
في الخطبة القادمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.